يأتي نجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 عبر سلسلة عقود المتوالية التي تؤكد قدرة وزارة الداخلية وريادتها في تأمين وتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية. حضور جماهير غفيرة من كل أنحاء العالم جاءت لتستمتع بحضور سباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، والتي استطاعت البحرين من خلال نجاحاتها المتوالية في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. وفي هذا الإطار تحرص وزارة الداخلية عبر كافة قطاعاتها لإنجاح هذا الحدث من خلال الحضور الأمني المدروس وتقديم الخدمات الأمنية لجماهير حلبة البحرين الدولية. طبعا البحرين سباقة في منطقة الخليج والوطن العربي في الفورمولا 1، نحتفل الآن بذهبية 20 سنة من النجاح والتقدم وكل سنة أحلى من سنة. يوم السبت من الأيام الجميلة اللي بتكون في الفورمولا، هذا الحدث بروحه بحد ذاته استثنائي. البحرين دائما تستثني الأشياء وتكون هي البوادر الرائعة في أن تحضر أكبر عدد ممكن من الزائرين في هذا اليوم. والله الله يعطيهم الصحة والعافية، طبعا مو مقاصرين، وهاي شيء طبيعي بحكم أن الناس كلها تبتي، بس يعني صراحة الدخول سلس وترتيبات ما قصروا، والله يعطيهم الصحة والعافية. سنويا نلاحظ أن الحركة قاعدة تصير يعني أحسن من السنوات الماضية، والحمد لله يعني الدولة مو بمقصرين في أي شيء، الحمد لله رب العالمين. وهكذا وعلى مدار أيام السباق تبذل وزارة الداخلية أفضل خدماتها على الصعيد الأمني والتنظيمي لإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، الذي أثبتت من خلال قدرتها على تسجيل قصة نجاح أكسبت مملكة البحرين مكانة دولية مرموقة.